وبدأ النواب بالتوافد إلى داخل يعني قبة البرلمان، لكن لغاية الآن لم يحصل النصاب القانوني المستلزم لهذه الجلسة، باعتبار أن هناك عدد مطلوب لهذه الجلسة، وهي يعني 165 نائبا، نصف زائد واحد، وبالتالي لغاية الآن لم تعقد الجلسة. هذه الجلسة مهمة جدا في كل تفاصيلها وحيثياتها، إذ أنها تعتبر يعني استكمال وتعويض العدد الذي يعني تسببت نقص الكتلة الصدرية في أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي أن هذه الجلسة جدا مهمة في كل تفاصيلها، إذ أنها ستكون تعويض لنواب الكتلة الصدرية المنسحبين من قبة البرلمان. وبالتالي يعني وردنا قبل قليل وصول السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الثاني السيد شاخوان عبد الله إلى مجلس النواب. هذه الجلسة كل تفاصيلها كما ذكرت مهمة جدا، وبالتالي أن يعني كل التحضيرات متواصلة لعقد هذه الجلسة، وما هي ربما إلا دقائق تفصلنا عن عقد جلسة التصويت لتأدية أو عفوا عن عقد جلسة لتأدية اليمين الدستورية والقسم للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية، إضافة إلى أن هناك تسريبات يعني ومصادر نيابية تتحدث عن إمكانية يعني فتح موضوع آخر لنقاش هذه الجلسة، وهو مناقشة الاعتداءات التركية التي تطال الأراضي شمال البلاد بين الفينة والأخرى. وبالتالي كل الموضوعين ربما يتم دمجهم في جلسة اليوم، خاصة إذا ما علمنا بأن يعني إمكانية عقد الجلسة لغاية الآن كما تشير إليه المصادر النيابية. وبالتالي هذه الجلسة يعني مهمة في كل الحيثيات، إذ أنها ستكون يعني نقطة تعويض لكل النواب البدلاء، لتعويض أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، أيضا في إمكانية أن هؤلاء النواب سيضيفون رقما آخر ويسهمون في إحداث تغيير في خارطة الحجوم النيابية وخارطة الكتل السياسية، لأن قوى الإطار التنسيقي ستكون على يعني بإضافة ستكون لها نصيب بإضافة 30 مقعد على الأقل، وبالتالي سترتفع قوى الإطار إلى 120 نائبا، إضافة إلى 6 قوى أخرى سيكون لها يعني الحظ في هذا الأمر، باعتبار أن كل الأمر الآن حاليا يقوم على مبدأ بأنه تم اعتماد أعلى الخاسرين في هذه الدوائر الانتخابية، فضلا عن أن نواب الكتلة الصدرية البدلاء أيضا تم اعتذارهم يعني خطيا، وبالتالي هم سيقدمون أيضا اعتذار رسميا إلى مفوضية الانتخابات. هذا كل ما لدينا لغاية الآن في هذه الجلسة، فضلا عن أنه لم يصدر أي موقف رسمي لمقاطعة هذه الجلسة من قبل جميع الكتل السياسية، فكتلة الحزب الديمقراطي وكتلة السيادة لغاية الآن يحضر يعني أغلب نوابه، وبالتالي هذه الجلسة لم تشهد مقاطعة سياسية رسمية لغاية الآن، وبالتالي كل المؤشرات تتحدث عن قرب عقد جلسة التصويت أو إداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عوضا عن نواب الكتلة الصدرية المنسحبين من قبة البرلمان.